معانا على التليفون الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. أهلا بك يا أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور إكرام. يعني كيف ترى الاتصال الذي تم ما بين جو بايدن أو أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؟ كيف ترى مسألة المبادرة بالاتصال من ناحية، ثم التوافقات التي أعلن عنها بايدن نفسه، أعلنت عنها أو أعلن عنها أيضا البيت الأبيض وأعلنت عنها الرئاسة المصرية؟ هو اتصال الحقيقة السيد الرئيس بيعني الاعتراف بدور مصر وأهميتها في المنطقة وأهميتها في الإقليم، ودور مصر أيضا التاريخي خلينا نقول، ودور مصر في هذه الأزمة التي تحدث. يعني مصر لها دور تاريخي في القضية الفلسطينية ولها أيضا دور في هذه الأزمة منذ نشأتها من أكثر من 3 أسابيع. المهم هنا أو الجديد ما نستطيع أن نعتبره يعني نوع من خلينا نسميه التغير في الموقف الأمريكي. يعني احنا شفنا أن في توافق بين الرؤية الأمريكية وبين ما أعلنه فخامة الرئيس السيسي في مرات متعددة ومنذ بداية الأزمة. يعني كان في توافق على سبيل المثال على فكرة عدم نقل الفلسطينيين إلى مكان آخر، لا إلى سيناء ولا إلى أي مكان آخر. دي أيضا نقطة كان بيتم التأكيد عليها من السيد الرئيس في إطار دبلوماسية القمة، يعني في إطار الاتصالات التي حدثت أو اللقاءات التي حدثت مع رؤساء دول أو شخصيات دولية مؤثرة أو الأمين العام للأمم المتحدة. إذن كان في أيضا، ودي نقطة مهمة والإشارة إليها، التقدير للدور المصري في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. يعني كان في البعض يعني ربما عدم علم او عدم وصول المعلومه او شيء من هذا القبيل، كان يعني بيتوقع او بيرى ان مصر اغلقت المعبر، معبر رفح اللي هو بتدخل منه المساعدات والاسات الى قطاع. ده لم يحدث منذ نشأة هذه الاحداث ان مصر اغلقت معبر رفح، انما ايضا عشان الصوره تبقى واضحه ان المعبر ده له جانبين، الجانب المصري وفي الجانب الاخر على الجانب الفلسطيني. طبعا فاللي حصل في الفترات السابقه وتكرر الحقيقه ان قصف اسرائيلي للمعبر من داخل غزه، وبالتالي لا يعني في عدم امكانيه لتوصيل المساعدات، ومصر بالمناسبه قامت باصلاح هذا المعبر من الجهه الاخرى لعده مرات. اذا يتم التوافق في هذا الاتصال التليفوني على أهمية أن تكون هناك هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. فدي أيضا نقطة مهمة واللي بنسميها يمكن حلحلة في الموقف الأمريكي أو اختلاف خلينا نسميه في الموقف الأمريكي عما كان عليه الحال في بداية. ما الذي أدى إلى هذه الاختلافات يا دكتور إكرام؟ يعني ما الذي أدى إلى أنه موقف البيت الأبيض يختلف إلى هذا الحد؟ طبعا هو في عوامل متعددة، يعني أنا في تقديري قد تكون الصورة الصحيحة بدأت تصل إلى الجميع. يعني في البداية يمكن كان في محاولة للتعتيم الإعلامي، لي الحقائق، عدم الإظهار للأحداث على حقيقتها سواء المجتمع الدولي او للدول المختلفه، انما هذه الامور تغيرت. حدث ايضا في الايام القليله الماضيه، يمكن في اليومين 3 اللي فاتوا، ان المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كان يعني على مقربه من معبر رفح واشار الى ان هناك انتهاكات تحدث ضد المدنيين، وربما اشار بس يعني قد يكون بطريقه يعني مغلفه شويه بالدبلوماسيه او بالناحيه القانونيه او كده، ان ده يعني يمكن ان يرقى الى الى مرتبه جرائم الحرب. في ايضا رئيس منظمه الصحه العالميه اشار الى فداحه الخسائر التي تحدث
من الناحية الإنسانية، وخطورة عدم تواجد الأطقم الطبية، وضرب المستشفيات، قصف المستشفيات، وقصف حتى المسعفين وعربيات الإسعاف. كل هذا الكلام تمت الإشارة إليه، والكلام بيبقى موجه في هذه الحالة للعالم ككل. بيضاف إلى كده أيضا أن هناك خطورة في التداعيات، ويمكن ده اللي تمت الإشارة إليه من جانب السيد الرئيس في هذا الاتصال التليفوني، أن هناك رغبة في عدم توسيع أو عدم ترك التداعيات تتسع في المنطقة بأكملها، لما يمكن أن يمثله ذلك من خطورة على المنطقة اللي احنا عايشين فيها على الشرق الأوسط ككل، وتندرج فيه أطراف إقليمية يمكن يكون له تداعيات دولية. بيضاف إلى كده أيضا، ودي قد تكون نقطة مهمة في تفسير الموقف الأمريكي، اللي هي عدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية حتى الآن بعد مرور أكثر من 3 أسابيع، والحجة هي ضرب حماس والقضاء على حماس. أين هي حماس؟ اللي احنا بنشهده أن في اعتداء من جيش نظامي مسلح بأحدث الأسلحة على المدنيين وعلى المنشآت المدنية وعلى مستشفيات وعلى دور العبادة، وكل هذا بيحدث ضد المدنيين. ولكن ما زالت هناك يعني حتى الآن احنا بنجد بين فترة وأخرى أن في ردود بتحدث من جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل. إذا يبدو الأمر أن الهدف الأساسي لم يتحقق حتى الآن. يضاف إلى ذلك فكرة الهجوم البري. فكرة الهجوم البري دي يعني يمكن أرجئت أكثر من مرة، ويمكن حدث هجوم بري جزئي ثم يحدث تراجع، لأن ده أيضا بيحمل خسائر كبيرة متوقعة للطرف الإسرائيلي. في حالة هجوم بري يعني قوات مشاة، يعني آليات بتسير على الأرض، فمتوقع أن تكون هناك خسائر كبيرة للطرف الإسرائيلي في حالة حدوث. يضاف إلى ذلك أيضا أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح يعاني، وأن الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية في الحروب بتعتمد على فكرة الحرب الخاطفة، يعني حرب قد تكون عدة ساعات أو حرب لأيام معدودة وتنتهي العملية. إنما لو حدث يعني نوع من خلينا نسميه التوغل البري من جانب إسرائيل، فله تكلفة غزة، هيكون له تكلفة كبيرة، هيتم استدعاء أعداد كبيرة من الاحتياطي، وبالتالي ده هيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي تأثير سلبي كبير. صحيح 100%. كل العوامل دي مجتمعة في رأيي قد تكون السبب في إيجاد نوع من الحلحلة في الموقف الأمريكي اللي شهدناه في هذا الاتصال، وفي التأكيد على بعض النقاط التي كانت مصر تؤكد عليها فحدث حولها توافق. صحيح، أشكرك جدا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية.